قتل شرطي وأصيب ثلاثة بينهم شرطيان في انفجار قنبلة وقع الأحد عند جسر في حي الزمالك الراقي في العاصمة المصرية القاهرة في ثاني انفجار يستهدف عناصر الشرطة في القاهرة الكبرى خلال يومين. وخلفت قوة الانفجار حفرة في الأرض فيما قدمت مصادر أمنية روايات متضاربة عما إذا كانت القنبلة زرعت داخل سيارة أو قربها. كان انفجاران قد وقع يوم السبت بالقرب من قسم شرطة في حي إمبابة بمحافظة الجيزة ولكن لم تقع إصابات. وتواجه مصر أعمال عنف أودت بحياة مئات الجنود ورجال الشرطة منذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه. وتقع معظم الهجمات في شبه جزيرة سيناء ولكن تزايد وقوع تفجيرات محدودة في القاهرة ومدن أخرى. محمد الجبالي، رويترز.